مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة اليوتيوب التعليمية تابولتي. بهيدا الفيديو رح نكون عم نحكي عن مختلف انواع الاختبارات يلي تستخدم للكشف عن فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد 19 بجسم الانسان. مثل ما بنعرف انه شركات الادوية طرحت لغاية هلا أكثر من 300 فحص للكشف عن هيدا الفيروس، ولكن جميع هيدول الفحوصات منقسمن لثلاث أنواع. الفحص الأول هو الفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل والمعروف بفحص البي سي آر. تاني نوع هو الاختبار السريع أو المعروف بالأنتيجين تيست. وتالت نوع هو الفحص يلي بيدل على الأجسام المضادة يلي بينعمل يا أما بطريقة سريعة بواسطة الدم يا أما بمصل الدم عبر استخدام طريقة تعرف بفحص المقايسة الامتصاصية المناعية للأنزيم المرتبط أو منسميها باللغة الإنجليزية إلايزا. بهيدا الفيديو رح نحكي عن كل نوع من هدول الفحوصات، كيف بيشتغل، مدى الدقة تبولته، وقديش هو بسريع تحت لي يعطينا النتيجة. قبل ما نبلش بهيدا الفيديو ونحكي عن هدول الثلاث خانات الكبيرة من فحوصات الكشف عن فيروس الكورونا، بدي ادعيكم واتمنى على الاشخاص يلي بعد ما اشتركوا بالقناة التعليمية تبولتي يكبسوا على زر السبسكرايب ويفعلوا الجرس تيوصلن الفيديوهات الجديدة. اول فحص رح نكون عم نحكي عنه هو فحص البي سي ار، اللي هو من أكثر الفحوصات المستخدمة حالياً، وهو من أوائل الفحوصات يلي اعتمد بالدرجة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية. شو بيعمل هذا الفحص؟ بيستخدم الأطباء هذا الاختبار لتشخيص الأشخاص المصابين حالياً بالفيروس. كيف بيشتغل؟ بيستخدم هذا الاختبار عينة من المخاط، عادةً بتتاخد من الأنف والبلعوم. بيستخدم الاختبار تقنية البي سي آر يلي الهدف منها تقوم بعملية تكاثر للمادة الوراثية الفيروسية في حال كانت موجودة عند هيدا المريض. شو مدى دقة هيدي الاختبارات؟ هيدي الاختبارات أو البي سي آر هي من أكثر الاختبارات الموثوقة بالنتائج تبولتها، ولكن بدنا ننتبه إنه ممكن تمرق أيام قبل ما يبلش الفيروس يتكاثر بالحلق والأنف. مشان هيك هيدا الاختبار ما بيحدد إذا كان الشخص مصاب مؤخراً أو من فترة كتير قصيرة. وأيامات بتفشل المساحات اللي بناخدها من الأنف والبلعوم أنه تلتقط علامات الإصابة النشطة. شو سرعة النتيجة تبعولته للبي سي آر؟ حسب أكيد الشركات بده تقريبا نهار شغل كامل، واكيد النتيجه بتختلف حسب الضغط يلي عم يتعرضوا له المختبرات اللي بيجروا بالعاده هدول الفحوصات. تاني تيست رح نحكي عنه هو اختبار السريع او الانتيجين تيست. شو بيعمل هيدا الفحص؟ بيحدد هيدا الاختبار الاشخاص المصابين حاليا بفيروس كورونا، ويمكن استخدامه كاختبار سريع لاكتشاف العدوى النشطة. بالبداية ما فينا نستخدم هيدا الاختبار لتشخيص المرض، ولكن ممكن نستخدمه لفحص الأشخاص لتحديد يلي بيحتاجوا لاختبار أكثر دقة. كيف بيشتغل هيدا الفحص؟ ممكن إنه يحدد هيدا الاختبار الفيروس بإفرازات الأنف والحنجرة من خلال البحث عن بروتينات من الفيروس، على عكس البي سي آر يلي ببرم على المادة الجينية للفيروس. شو مدى دقته لهذا الاختبار؟ اختبار الانتيجين تيست أكيد منو بالدقة اللي بيعطينا إياها تشخيص البي سي آر. تعتبر نتيجة اختبار الانتيجين تيست دقيقة لمن منتبع التعليمات بحذافيرة، ويلي وحدة منهم أنه ما نعمل هذا الفحص قبل 7 أيام من المخالطة، ولكن احتمال صدور نتائج سلبية كاذبة من خلال هذا الاختبار هي أعلى من غيره. قد ايه سرعته هذا الاختبار؟
نقدر نحصل على نتيجة من واسطة الأنتيجين تيست خلال دقائق قليلة بين 10 و 15 دقيقة. آخر فحص رح نحكي عنه هو اختبارات الأجسام المضادة أو الأنتيبادي تيست. شو بتعمل هيدي الاختبارات؟ بتحدد الأشخاص يلي انصابوا سابقاً بفيروس كورونا، ما بتظهر إذا الشخص كان مصاب حالياً، ولكن هي طريقة جيدة بشكل أساسي لتتبع انتشار الفيروس بين السكان. كيف بيشتغل هيدا الفحص؟ هو عبارة عن فحص دم بيقوم بالبحث عن الأجسام المضادة لفيروس الكورونا. تظهر هيدي الأجسام المضادة بشكل عام بعد 4 أيام لأكثر من أسبوع بعد الإصابة، مشان هيك ما بيتم استخدامها لتشخيص المرض الحالي. شو مدى دقة هيدا الاختبار؟ بيأثر توقيت ونوع اختبار الأجسام المضادة على دقة النتائج. إذا خضعنا للاختبار بمرحلة مبكرة كتير أثناء الإصابة، وهي هيدي مرحلة بيكون جهاز مناعتنا بعد ما اكتملت الاستجابة تبعولته، بهيدي الحالة ممكن الاختبار ما يكتشف وجود الأجسام المضادة. ممكن توفر هيدي الاختبارات معلومات كتير جيدة حول معدلات الإصابة بالمجتمع. قديه هي سريعة؟ إذا كنا عم ناخد قطرة دم مأخوذة من الإصبع، بغضون دقائق معدودة ممكن نحصل على النتيجة. وفي حال كنا عم ناخد مصل الدم، أكيد هون رح نلجأ لاختبار أكثر تعقيد ودقة للأجسام المضادة، منسميه فحص المقايسة الامتصاصية المناعية للأنظيم المرتبط أو الإلايزا. وهيدا الفحص أكيد بحاجة بالمبدأ لنهار عمل، وهيدا الشي بيختلف من مختبر لتاني. وبواسطة هيدا الفحص نقدر نحصل على رقم، يعني هي طريقة كوانتيتيتيف بتخلينا نعرف بالضبط قديش نسبة الأجسام المضادة بالجسم. أي متى بيكون واحد من هدول الفحوصات الثلاثة أنسب؟ فحص البي سي آر مع فحص الأنتيجين تيست عندهم أهمية كتير كبيرة بتحديد مستوى الأشخاص اللي حاملين الفيروس ومدى العدوى تبعولتهم، وبالتالي تحديد مدى العزل الصحي اللازم. أما الفحص الأجسام المضادة اللي كان بفحص السريع بنقطة الدم من الإصبع أو بالإلايزا، فهو كتير مهم بالنسبة للخبراء تيعرفوا قدي صار في عنا قوة مناعية اكتسبها الأشخاص من بعد إصابتهم بالعدوى، وهو مؤشر مهم لتحديد مدى بلوغ البؤر بمرحلة اللي منسميها مناعة القطيع. بنهاية هيدا الفيديو منكون حكينا عن ثلاث أنواع الكبيرة لفحوصات اللي منستخدمها لاكتشاف فيروس السارس كوف 2 المسؤول عن فيروس كورونا المستجد، وحكينا عن التفاصيل تبعولتهم. ورح حط بالوصف تحت هيدا الفيديو رابطين تحت لي تحصلوا على ملخص لكل المعلومات يلي حكيناها بصورة واحدة. قبل ما ننهي هيدا الفيديو بدي اتمنى على الاشخاص مرة تانية البعد ما اشتركوا بقناة اليوتيوب تبعولتي يكبسوا على فأسة السبسكرايب ويفعلوا الجرس تيوصلوا فيديوهات جديدة، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيسبوك بيج تبعولتي ولايك وكومنت وشير للفيديوز تيوصلكم فيديوهات جديدة.